إمام الجامع الأموي بدمشق يدعو الأمة العربية والإسلامية إلى توجيه السلاح وفق البوصلة الفلسطينية للدفاع عن القدس وتحرير الأرض العربية المحتلة. دعا الشيخ مأمون رحمة إمام وخطيب الجامع الأموي الكبير بدمشق كل من يدعون التحدث باسم الأمة العربية إلى تصويب الرؤية وتصحيح السمت والتوجه إلى تحرير فلسطين. وطالب الشيخ رحمة العرب بوقف إذكاء نار الفرقة والبغضاء بين الشعوب العربية والتوقف عن دعم التطرف والإرهاب. تعالوا لنحمل البندقية جميعاً ولنقول لبيك يا أقصانا الشريف. تعالوا لنحمل البندقية جميعاً لنقول لبيك يا فلسطين الحبيبة. تعالوا لنحمل البندقية جميعاً لنقول للعالم بأجمع لن نقبل بأي فصيل إرهابي ولا بأي بندقية قتلت ودمرت وأحرقت اقتصاد هذا الوطن. إمام الجامع الأموي أكد أن الصهيونية وتنظيم القاعدة الإرهابي وجهان لعملة واحدة، مشددا على خطورة الإعلام المضلل الكاذب. ألا ترى أيها المسلم أيها العربي أن الصهيونية وتنظيم القاعدة وما يلحق بهما وجهان لعملة واحدة؟ فاليهود احتلوا فلسطين وقتلوا أهلها ونهبوا خيراتها ودنسوا مقدساتها باسم التوراة، وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة دخل سوريا ومصر والعراق وليبيا واليمن فقتل الرجال وسبى النساء وأحرق الأطفال ودمر المدائن والقرى باسم الإسلام. ربنا لك الحمد. الأزمة إلى انفراج بقوة الثبات والصمود لدى الشعب السوري وانتصارات يحققها الجيش العربي السوري، انتصارات لن تنتهي حتى تنتهي مهمة القضاء على كل أشكال الإرهاب. نشاط فني للاتحاد الوطني لطلبة سوريا في محافظة الحسكة بمناسبة عيد الطالب العربي. احتفاء بالذكرى 67 لعيد الطالب العربي السوري، أقام الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بالتعاون مع فرع اتحاد شبيبة ومديرية التربية والاتحاد الرياضي نشاطا فنيا في الصالة الرياضية بالحسكة. اليوم في محافظة الحسكة أحفاد وحافظ الأسد وأبناء بشار الأسد طلابنا الأعزاء مصممون على أن يداوموا ويفتحوا الجامعات والمعاهد والمدارس، مصممون على العلم، مصممون على القتال خلف قواتنا المسلحة الباسلة، ومصرون أن يحتفلوا ومع رفاقهم في الجيش والقوات المسلحة لعيد النصر القريب إن شاء الله. ونبارك لهم في هذا العيد ونعاهد الله والوطن والشعب والجيش أن نكون سندا للطلاب ونرعاهم أحسن رعاية ليكونوا رجال المستقبل وعدة اليوم وإن شاء الله إلى مستقبل زاهر بهؤلاء الأبطال والذي رأيناه يشرح الصدر والأسارير ولا غريب على فسيفساء الحسكة المدينة الجميلة. يحمل الطالب السوري في يوم عيده رسائل كثيرة للعالم لا تقتصر على العلم والمعرفة، فرسالته الأولى هي رسالة تحدي وإصرار على مواجهة الإرهاب التكفيري. هنا في هذا اليوم الأغر الذي نحتفل به الطالب العربي هي رسائل نوجهها للعالم أجمع وللداخل والخارج أن سوريا باقية بشبابها بطلبتها بكل المكونات التي يحويها هذا النسيج الوطني الرائع، ونقول لهم ها هم الشباب السوري، ها هي الفسيفساء التي تمثلها هذه اللوحات الجميلة التي كنا اليوم نشاهدها.
اليوم نحن نعيش أزمة. المهرجان اللي قدمناه كان يعكس هاي الأزمة والحالة الوطنية. كان في تحية للجيش العربي السوري اليوم يسطر أروع الملاحم على أرض الوطن. وهذه الفقرات اللي قدمت هي فقرات متنوعة رياضية ووطنية خلال هذا المهرجان. نعول على طلابنا بأن يكونوا رديفاً لصالح الجيش العربي السوري في الدفاع عن هذا البلد الأبي العظيم الذي سطر أروع ملاحم البطولة والفداء والشكر. احتفالية تتضمن ثلاث لوحات رئيسية. لوحة عبارة عن رقص تعبيري لفرقة مديرية التربية، وهناك لوحة حركات أرضية للاتحاد الرياضي، والفقرة الأساسية المسرحية هي من قاسيون، هي لوحة بانورامية استعراضية تتحدث عبر طريقة درامية عن المراحل التاريخية التي مر بها قطرنا الحبيب من خلال محاولة الغزاة دائما أن يغزو هذا القطر، لكن دائما النتيجة كانت واحدة بانتصار هذا الشعب. النشاط تضمن فقرات للرقص الشعبي والفلكلوري وأوبريت غنائية بعنوان من قاسيون صرخة وطن، إضافة إلى مجموعة من الفقرات والعروض الرياضية. وبمناسبة عيد الطالب العربي، فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بجامعة تشرين في اللاذقية يكرم مجموعة من الطلاب المتميزين. زار فرع جامعة تشرين للاتحاد الوطني لطلبة سوريا وعددا من طلبة جامعة تشرين ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد في ذكرى عيد الطالب العربي، ومن ثم كرم فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في المكتبة المركزية بجامعة تشرين مجموعة من طلاب كليات الهندسة المدنية والمعلوماتية، الطلاب الذين شاركوا في الأولمبياد العالمي للروبوت والمسابقة البرمجية الإقليمية الماضية، وذلك تقديراً لتميزهم وإبداعهم ضمن مجالات دراساتهم وتمكنهم من رفع اسم جامعة تشرين عالياً في المحافل الإقليمية والدولية التي شاركوا بها. وتندرج هذه الفعالية ضمن برنامجاً منوع من الأنشطة التي نظمها فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في جامعة تشرين احتفالاً بعيد الطالب العربي السوري. ينظم الآن فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في جامعة تشرين زيارة لضريح القائد الخالد، القائد الرمز، القائد المؤسس حافظ الأسد، وتأتي هذه الزيارة في إطار عيد الطالب العربي السوري في الذكرى 67 له، وهي ذكرى تأسيس منظمة الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في 30 آذار عام 1950. وأن زيارة الطلبة في مختلف الجامعات السورية في معهد اللاذقية وفرع طرطوس وفرع جامعة تشرين، بهذه المناسبة تم تكريم نخبة من الطلبة المتميزون بمجال المعلوماتية والذين حققوا حضورا جيدا في المسابقات المحلية البرمجية المحلية والإقليمية والعربية وأيضا العالمية. طبعا الاتحاد الوطني لطلبة سوريا يولي كثيرا الجانب المعلوماتي عند الطلبة اهتماما كبيرا عبر مكتب المعلوماتية المركزي. من جهتهم أشار الطلاب المكرمون لعزمهم على متابعة مسيرة العلم والمعرفة التي يرون فيها الطريق الوحيد لبناء الوطن وإعلاء شأنه. نحن اليوم كنا بجو حفل تكريم لفريق، نحن فريق عملنا تطبيق لطلاب مدنية. نحن فريق عبارة عن عدد كبير من الشباب حابين يساعدوا الطلاب، والتطبيق هو خاص بالهيئة الإدارية لكلية الهندسة المدنية. بعد ما وصلنا لهي الفكرة اللي هي المدني أبرح أشرح لك عنه شوي، هو عبارة عن تطبيق. هذا التطبيق بيكون موجود عليه النتائج الامتحانية، شكاوي الطلاب، الإعلانات والمحاضرات كافة. طبعا الهدف الرئيسي من هذا التطبيق هو الضائقة المادية اللي عم يعانيها الطالب. الطالب هلا إذا بيروح على المكتبة بده يشتري عدة محاضرات ممكن يدفع 500 ليرة كأقل رقم. فحبوا الشباب يطوروا التطبيق وصارت تنزل عليه المحاضرات بشكل مجاني، محاضرات وإعلانات الكلية وتوصل لكل الطلاب، وعم نحب نعمل أعمال كلها تطوعي ما في إلى مردود مادي منشان كل الطلاب تستفيد منشان نساعد الكل، لأن هلا نحن بوضع صعب الكل. تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من طلاب وهيئات إدارية وكادر تدريسي مع دعم الاتحاد الوطني لطلبة سوريا سيأتي بتخريج دفعات من المتميزين والطامحين لتسخير خلاصة علمهم في خدمة الوطن. وبمناسبة عيد الطالب العربي، مهرجان للشعر الوطني في طرطوس تحية لأبطال الجيش العربي السوري. احتفالا بالذكرى 67 لعيد الطالب العربي السوري،
أقام فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في طرطوس مهرجانا للشعر الوطني على مدرج المركز الثقافي بالمدينة. هذا الطالب الذي صمد بهذه الحرب الظالمة التي تشن على سوريا، هذا الطالب الذي استمر بالذهاب إلى المدرسة وإلى الجامعة وإلى المعهد، وأيضا الكثير من طلابنا الذين أزروا الجيش العربي السوري بأعمالهم القتالية، الكثير أجل دراسته والتحق بصفوف الجيش العربي السوري ليسطر ملامح البطولة والانتصار في ساحات القتال وميادين القتال. هذه المنظمة أوجه لها تحية احترام وحب وتقدير لما بذلته خلال هذه السنوات الست العجاف التي مرت في سوريا من تحصين لمعاهدنا التقنية ولجامعاتنا، وظلت محافظة على النفس الوطني والعلمي والتربوي والتعليمي. سيحتفل فرع الاتحاد بفعالية وطنية مهرجان الشعر الوطني الثاني، تحية من طلاب سوريا لشهداء الوطن، لأرواح شهداء الوطن، لجرحى الجيش العربي السوري، لأبطال الجيش العربي السوري. هذا المهرجان الذي يشارك به شعراء شباب من كل الجامعات السورية ليعبروا عن محبتهم للوطن والقائد والجيش. ألقى عدد من الطلبة المشاركين قصائد شعرية تمجيدا للوطن وجيشه الباسل، وتخلل المهرجان افتتاح معرض للصور الضوئية تحت عنوان تحية لأبطال الجيش العربي السوري، ضم صورا لتضحيات في ساحات القتال وصمودهم في وجه الإرهاب. أول شيء بدنا نوجه رسالة لبلدنا، لقائدنا، للجيش العربي السوري اللي عم يحمي الأرض، هو عم يحمي وعم يتعب بأراضي سوريا وعم يدافع عن أرضنا وعن وطننا وعن شرفنا، ونحن عم نتعب عم ندرس عم نتعلم لنوصل للشيء حلو، لنوصل للعلم، لنوصل لنبني. طلاب سوريا أبدا ما هم مستكينين ولا مسالمين، البندقية بإيد الجندي العربي السوري والقلم بإيد الطالب العربي السوري. عيدنا أنه نحن نفدي سوريا بدرسنا بعلمنا بقلمنا، نكون نحن مو بس الجيش بيدافع، نحن كطلاب وكطلاب سوريا نحن بقلمنا ندافع عن بلدنا. طلبة طرطوس في عيدهم يؤكدون ثقتهم الكبيرة بالانتصار على الإرهاب وإعادة إعمار الوطن بصمود الشعب وتضحيات رجال الجيش العربي السوري. مساعدات روسية لأهالي بلدة قرفة بريف درعا والمهجرين المقيمين فيها تضمنت توزيع 350 سلة غذائية و100 هدية. وزعت الحكومة الروسية بالتعاون مع محافظة درعا 350 سلة غذائية لأهالي بلدة قرفة والمهجرين المقيمين فيها، إضافة إلى 100 هدية للأطفال في البلدة. محافظ درعا محمد خالد الهنوس قدم الشكر للأصدقاء الروس الذين وقفوا مع سوريا وحملوا البندقية مع أبنائها في وجه الإرهاب التكفيري. فعلا نحن وإياهم إن شاء الله لمحاربة هؤلاء القتلة التكفيري حتى تطهير الأرض من رئيس هؤلاء، والأيام القادمة درعا قرفة من البلدات المؤيدة للحزب والدولة وأكبر عدد من الشهداء في محافظة درعا فهي في بلد قرفة، وأكيد إن شاء الله وتعالى ستكون درعا مثل محافظات القطر يتم تحريرها من هؤلاء القتلة التكفيرية على ساحات الوطن. بدوره أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي كمال العتمة أكد على مواقف روسيا مع سوريا في كل المراحل ووقوفها إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب. اليوم مو أول يوم بتقوم الحكومة الروسية بمساعدات لقرى وأهالي محافظة درعا، هاي سلسلة بتعبر على دعم القيادة الروسية والشعب الروسي والجيش الروسي لسوريا حكومة وشعبا وقيادة. هذه العلاقة الأخوية وعلاقة الصداقة في غياب الكثير من الدول العربية التي لم تساعد محاربة الإرهاب في سوريا، فكانت روسيا هي الظهر والظهير لكل شريف في سوريا. الجنرال جينادي ريجوف ممثل مركز المصالحة الروسية في حميميم أوضح أن بلدة قرفة قدمت شهداء كثر في سبيل سوريا
مضيفا أن الهدايا عربون صغير عن محبة الشعب الروسي لسوريا. أنا سعيد جدا أن أتواجد ببلدة قرفة، ونحن كروس سعداء جدا أن نكون في مثل هكذا بلدة صاحبة أكبر عدد من الشهداء، لنقدم عربون صداقة منا لأهل هذه البلدة. نأمل أن تبلسم هدايانا جراح المصابين وأن تكون عربون صداقة حقيقي. بلدة قرفة التي كان لأبنائها نصيب الأكبر من الشهداء تستضيف الآن نحو 2000 مواطن من المهاجرين بفعل الإرهاب في المناطق المجاورة. مسؤولون في محافظة ريف دمشق يتفقدون واقع الخدمات في جرمانة. وجه المهندس علاء إبراهيم محافظ ريف دمشق أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ومديري المؤسسات الخدمية والأجهزة المحلية في المحافظة بتشكيل فرق عمل لمتابعة الواقع الخدمي والمعيشي في مجالس المدن والبلدات، وللوقوف على المشكلات والصعوبات وشكاوى المواطنين ومعالجتها. وترجمة لهذه التوجيهات، تفقد عدد من المسؤولين في المحافظة الواقع الخدمي في مدينة جرمانة من صرف صحي ونظافة الشوارع ومخالفات البناء. الوضع هون سيء، شوفت عينك المجرور شلون مجرور هون، يعني والأطفال وبتعرفي روحه وجيه. الخدمة بالنسبة للشوارع سيئة، سيئة بشكل، ما في طريق بجرمانة يكون بتعلم الناس، كله جوا روح فخ. والله وضع مأساوي، يعني لا كهرباء لا مي لا طريق، لا ما في مطر، وقت بيكون في مطر بنلبس جزمة كوشوك لنمشي، ولا بينقعد بأي شكل من الأشكال، لا كهرباء ولا أي، يعني وضع مأساوي. يعني وين المشكلة؟ المشكلة إنه حلونا مشكلة الصرف الصحي اللي طالع طايف بالبيوت بالشوارع. الصرف الصحي مسكر، إخواتنا بالبلدية ما عندهم مازوت الظاهر يجي ويشغلوا الصاروخ ينطفولنا يا. يعني قلة الحكي أحسن من الحكي، كل عالم تعرف الوضع عندنا مأساوي، عايشين بحالة مأساوية، ضل علينا شغلة واحدة، يا بنرحل يا بنتحمل. استمع أعضاء المكتب التنفيذي ومديرون مؤسسات الخدمية ورئيس مجلس مدينة جرمانة لشكاوى المواطنين مباشرة، ووعدوا بوضع حلول سريعة لها. في محافظة ريف دمشق أمام مشكلة تخديم هذه المخالفات، كل موازنة أول واحد وقفتهم ضد المخالفات ما بتكفي تخديم حي الصخر. أنا اليوم بدي صرف صحي، بدي كهرباء، بدي مياه، الناس خطوط الصرف الصحي طايفة على بيوتها. هذه كان في خطوط صرف صحي بتخدم 4-5 بنايات، اليوم صار في بالمنطقة أكثر من 1000 بناية. اخطار القساطن ما عاد تستوعب مشاكل يوميه. نحن يوميا تجي على المحافظه الشكاوى من الاخوه المواطنين الساكنين بمناطق المخالفه، ماني قادر نحن كل امكانيات المحافظه تخدم هالتجمعات المخالفه. نحن اليوم بمدينه جرمانه اللي شاهدنا فيها عديد من المخالفات اللي قائمه وعددها كبير، بحاجه لتخديم. عم يردنا كثير شكاوى للمحافظه عن واقع الخدمي بجرمانه، الصرف الصحي، الكهرباء، نتيجه عدد السكان القادمين الى مدينة جرمانة، عدد هائل من السكان يقطنون مدينة جرمانة تفوق إمكانيات البلدية كبلدية لتقديم هؤلاء الناس. نحن بالمحافظة جادين ومهتمين بهذه المدينة العزيزة على قلبنا جميعا، قدمت وضحت، ولهذا يعني أكثر من مشروع تم بمدينة جرمانة، الصرف الصحي، المياه، تم دراسة هذا. نحن اليوم بدف الصخر، هذا أكبر تجمع مخالف في مدينة جرمانة. نحن كبلدية عدينا الدراسة لتعبيد وتزفية هذه المنطقة، الكلفة التقديرية 199 مليون، والدراسة جاهزة، والمحافظة في احتمال كبير تأمين هذا المبلغ، ولكن نحن لا نستطيع أن نقوم بتعبيد وتزفية إلا بعد الانتهاء من كافة المؤسسات الأعمال المترتبة عليها. مجرد ما تم الكهرباء والهاتف والماء تأمن لهذه المنطقة، ستقوم البلدية بتعبيد وتزفية هذا الطريق، هذه المنطقة، منطقة دف الصخر والمزارع، هذه أحد مناطق المخالفات، ولكن هذه أكبر منطقة فيها أبنية كبيرة وبحاجة لتقديم. أعضاء المكتب التنفيذي أكدوا بأنهم سيقومون بجولات عديدة أخرى في المدينة للتأكد من معالجة المخالفات الواقعة ومتابعتها.